بالنسبة لسؤالكم حول التغطية ديال الواقع الكارثية في المغرب، فمنذ 2019 تم اعتماد واحد استراتيجية بالنسبة للتغطية ديال الواقع الكارثية بصفة عامة، سواء الناس المؤهلة أنها تدير عقود ديال التأمين أو الناس لأنها لربما في حالة تششو لا يمكنها أنها تكتسب عقود التأمين من أجل التغطية ديال الواقع، وهذه الواقع درجات من ضمن التغطية اللي هي إجبارية بالنسبة لجميع المواطنين ودرجات في عقود ديال التأمين. فهناك وسيلتين، الوسيلة الأولى هما الناس اللي عندهم دي كونترا داسيرونس أو عقود ديال التأمين بشكل مباشر مع شركة التأمين اللي كيدوا عقود ديال التأمين بالنسبة للاحتياجات ديالهم سواء المهنية أو الشخصية، فكتكون رسوم دارت رسوم ديال التغطية بالنسبة للواقع الكارثية. وهنا ملي وقعت الحادثة ديال الزلزال ديال 8 شتنبر الأخيرة، فديال الحوز، فهما يعني يمكن لهم يتجهوا بشكل مباشر لشركة ديال التأمين من أجل يعني تصريح بوقوع الأضرار بالنسبة للمنازل ديالهم أو السيارات ديالهم أو غيرها من الليبيان ديالهم. وبالنسبة للناس اللي ما عندهمش أو اللي كنقولوا لهم في حالة هشاشة وما عندهمش إمكانيات وضيروا هما اللي تقاسوا بزاف هذا الزلزال هذا، الله يرحم اللي توفى والله يشافي المرضى والله يصبرهم في فقدان ديال الأهل ديالهم، فهادو صندوق التضامن للواقع الكارثية هو ديجا كيتحملهم في إطار التضامن، يمكن لهم انهم هو اللي غيعوضهم على الاضرار ديالهم. هذا بغض النظر ما كنناقشوا هذا الشيء في اطار القانون اللي دار في 2019 في ايامات الحكومه ديال السي العثماني، والوسائل الممكنه قانونا بغض النظر على الصندوق 126 درجه الملك اللي هو كيهضر حتى هو على تدبير الزلزال ديال الحوز وكيوصد امكانيات ماديه باش التغطيه ديال الاضرار ديال هذه الكارثه هذه. لكن اللي خصنا نعرفوا بانه ملي كنقولوا دابا اليوم ان كاين تغطيه بالنسبه للناس اللي عندهم دي كونطرا داسيرونس او ناس اللي عندهم في اطار التضامن او كاين هذا الصندوق، فاللي خصنا نعرفوا قانونا راه ما يمكنش حتى واحد فيهم يتعوض واخا نصرحوا الا مازال ما تعلناتش في البلاد واقع كارثي على طريق مرسوم من طرف السيد رئيس الحكومه السي عزيز اخنوش. الغريب حنا اليوم كنفوتوا 15 يوم بعد الزلزال، المغرب من اول يوم ديال الليله ديال من مورا الليله ديال 8 شتنبر كنقولوا في جميع اخبار ديالنا وفي الاعلام ديالنا انه كزلزال كارثه ضربه المغرب، عالميا كتقال، قاريا كتقال، وطنيا كتقال، التفعيل ديالها في الواقع الاداري راه ما كايناش. انا هذا هو اللي ما بغاش يتفهم ليا، فكيف يعقل اننا كنقولوا كاينه كارثه وكنحصوا الاضرار ديالها ولحد الان كنطرحوا اكثر من تساؤل، لماذا رئيس الحكومه لم يوقع المرسوم ديال الكارثه وغيخلي ان الناس اللي خصها تعوض غادي تروطار ضال التعويضات ديالها، بل ان تمشي معك بعيد ان التعويضات ديالها غتولي غير قانونيه. لان كيفاش انت باغي تحسي وباغي تعوض سواء في اطار الصندوق اللي دار جلاله الملك سواء في اطار هذا الصندوق وانت كاع مازال ما قلتيش كاينه كارثه؟ اخطر ما كاين دابا حنا كنسمعوا بان كاين اعاده تامين ديال الكوارث من طرف الصندوق براسو على شركه دوليه واللي رصدات هي مبالغ ديجا في اطار ما قالت مصادر اعلاميه تصل الى مليار دولار، يعني 1000 مليار سنتيم، ومجده واحد لافونس ديال 250 مليون دولار يعني 250 مليار مغربيه. وراه ما يمكنش هاد الناس غادي هما ديجا تفاعلوا كيوجدوا لك الامكانيات المرصوده للتغطيه ديالك انت باش يعوضوا المتضررين وانت مازال ما عنديش واقعه كارثيه. فهنا فعلا ما كيبين ما فهمتش انا الحكومه كيفاش كتشتغل كيفاش كتفكر ولا كيفاش كتدبر هاد الاشكاليه هذه الا مازال حد الان ما وقعتش حتى كارثه باش على الاقل حتى التدابير حتى اداريا. إذا قلنا في البلاد راه كاينه كارثه فالمؤسسات العموميه وهذا كيفاش غتقدر تشتغل؟ غتشتغل بظروف استثنائيه ديال الكارثه، انت باقي بحال البلاد باقا في اطار انها في ظرفيه طبيعيه. بالنسبه للسؤال الثاني ديالك ديال بالنسبه للناس اللي عندهم شقوق او الناس اللي عندهم كي قلنا دمار في المباني ديالهم كلي او جزئي او غيره، فكيبقى هذا يعني بطبيعه الحال هو التقييم ديال الخبراء اللي خصهم يخرجوا ويشوفوا نوعيه الشقوق او نوعيه الاضرار اللي مست جميع المباني السكنيه وغيرها او المباني اللي نقولوا مهنيه، وهذا في اطار العقود اللي هي اختياريه ديال المهنيين وغيرهم.
فهما اللي غادي يرصدوا هاد 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 الاضرار مدى الفداعه ديالها او القوه ديالها والامكانيه ديال الاصلاح او اعاده يعني اما هاد اعاده البناء او اعاده البناء. فحتى هاد الاجراءات هذه باش نكونوا عمليين ويكون الامور سلسه في هاد الاتجاه راه ما يمكنش دار طونكو رئيس الحكومه ما قالش بان كاينه واقعه كارثيه. يعني هادشي كلشي بحال قلتي موقف التنفيذ ديالو حتى يخرج المرسوم. الغريب انه ولا واحد كيهضر بعدا مشكورين نتوما في المنبر ديالكم وحنا كنقولوها ان راه ما يمكنش زعما المسؤولين السياسيين او المسؤولين في الدوله لحد الان وعلى راسهم هيئه مراقبه التامينات على راسهم الاداره الوصيه على راسهم الصندوق ديال التضامن الوقائع الكارثيه لحد الان ما كيناقشوش هذا النقاش هذا. حتى في التفاعل كنشوف الراي العام ما كاينش هذا النقاش هذا لان كيفاش راه هاد الناس غتوقفوا لهم التعويضات ديالهم وهادشي راه غير مقبول غير مقبول نهائيا وهذا كيمس بالحسن السير السليم ديال الامور. الا جات ما كيشتغل على انه المشروع كيفاش يعوض الناس والامكانيات المرصوده ونجمعوا لهاد الامكانيات وحنا على حسب المصادر الاعلاميه اخرى كتقول على الاقل ان صندوق ديال التضامن الوقائع قالت فيه على الاقل واحد 450 مليار يعني واحد راه مبلغ ماشي سهل هذاك. ومن 2020 الى يومنا عمره ما عوض حتى شي كارثه راه دازوا فيضانات ودازوا حرائق ودابا كيدوز الزلزال. فهادشي راه غير مفهوم راه ما يمكنش الناس كيامنوا رسوم غير هكاك كيامنوا باش يلقاو التامين ديالهم في الوقت كي دارت معاك دابا الشركه ديال التامين البريطانيه اللي قالت لك وجدت لك الارصده ديالك ايوا راه هادشي اللي كيكون. فاحنا هادشي راه خصو يتعاد فيه نظر. وبالنسبه كنقولوا هنا يعني الحل الاولي من الان يعني باش الامور تمشي كوم يلفو فكنظن انه ضروري خص رئيس الحكومه انه يقوم بالدور ديالو ويفعل المرسوم ديالو باش الناس ما يضروش اكثر ما هم ضروري. باش نحل غير ديالو مثلا الناس اللي كاينين في المدينه اللي عندهم شي واش يجيبوا خبير على المحقق ديالهم باش هو يدير. بطبيعه الحال اي اجراء تاخذه المؤمن له اذا كان في اطار انه مؤمن من ناحيه الكونترا مثلا الشقق اللي باقي في الكريدي غالبا تيكون عندهم داك التامين. انا اللي غنقدر نقول لك بالنسبه لي كان في اطار المؤمن له اللي هو راه داير واحد عقد ديال التامين باش يدير اي اجراء فهو كيخضع للتصريح ديال 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 الحادثه والتاثير ديالها عنده. وبيان سور الشركه ديال التامين راه هي اللي كتميسيوني الخبير وغيره باش يتبع معها. بالنسبه لصندوق التضامن راه حتى هو عنده لجنه ديال التتبع ولجنه ديال الخبراء اللي هي خصها تقوم بهذا الدور ديالها. يعني الاشكاليه هنا ماشي عند الناس والناس ما خصهمش يديروا اي اجراء للاسف لان اي اجراء غيكونوا داروا عادي تخان ديفيدي بشكل احادي بدون ترتيبات ديال العقد او ديال الصندوق باش يكون التعويض فغيكون غير كيضيع اموال ديالو ويقدر ما يتخادش بعين الاعتبار. يعني الا دار شي تغيير حيت واش غيدير غيخرج خبير غيحاول مسكين يصلح غيبدا يصلح غيجيو يقول لك حنا ما لقيناش هادشي مضروب عندك غادي يضيع جوج مرات. فحنا كنقولوا بالعكس اللي خصو يتقام به قلت لك الحل الاساسي هو ان رئيس الحكومه يفعل الرسوم باش جميع الصناديق وشركات التامين يشتغلوا. يعني حتى شركه التامين غتاخذها تقدر تستغل هذه القضيه ضد المؤمن لهم تقول لهم انا مازال ما عندي والو وتقدر تقول لهم لا ما صرحتوش في الوقت حيت الناس دابا مساكن في حداتهم هما صرحوا وهو الا درت ولا ما درش لهم مرسوم ما غيتعوضوش. وإلا ما قالوا مازال المغرب ما علاش على كارثه علاش غنمشي نصرح 20 غتبدا من التاريخ ديال زعما على الكارثه غيكون مشكل اخر. فباش يكون أجل اللي عند رئيس الحكومة هو أجل ديال 3 شهور ياك وهذا السؤال نيت مهم. يعني عنده الأجل باش يصرح بالكارثة ماكسيموم 3 شهور ولكن إمتى كنقول علاش كنقولوا 3 شهور؟ ربما إذا كان ذاك الضرر اللي وقع أو ديك الكارثة اللي وقعات مازال التقييم ديالها مازال يعني كيكتسيه واحد الغموض كيكتسيه واحد التأثير مازال ما عرفناش لا غروندور ديالو واش فعلا تدمير العموم بصفه كبيره ولا لا. اما هذا راه زلزال وضرب ماشي غير مدينه وضرب عدد من المناطق في البلاد وخلف 3000 قاتل وغيره. يعني الا غنتخيلوا حجم الضرر راه كاري ديال الكارثه. اش كتسنى 3 شهور ضيع مازال الوقت وانتم يلا خرجتوا واحد المرسوم كتقولوا باغيين تخلصوا الناس لي زونتربريز كتفرضوا عليهم يحترموا الاجالات واحترموا انتم الاجالات. عطوا المثال كحكومه مسؤوله حكومه مسؤوله كتحترم الشعب ديالها وكتحترم المواطنين ما خرجوش لهم في الوقت
باش تعينوا مساك الاضرار ديالهم وما بغيوش شنو جلسوا غير في الرباط يوسلوا بعدا المرسوم ديالهم تما ياك في المكاتب فين جالسين وقليو بعدا الغرض مع الناس. هادشي راه عبره حشومه هادشي راه غير مقبول حاليا في هاد الوقيته اللي حنا فيها ان الامكانيات مرصوده وكتجمع وما كتسوش المراسم باش نفعلوا الامور. كنفقوا الناس كاينه الكارثه في الاعلام وما كايناش في الوراق. هادشي راه غير